أهلا بكم من جديد، وحنتابع حلقتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي وما اخترناه لكم من هاشتاقات نتابع. أطلق أحد المغردين هاشتاق بعنوان مان لإيقاف التغريد الآلي، مطالبا فيه بعدم استخدام هذه التقنية التي سببت إزعاج الكثير من المتابعين على موقع تويتر. ولقى الهاشتاغ تداولا سريعا بين المغردين، البعض منهم أيد الفكرة. تغرد نور الفراج: زهقونا من التغريدات الآلية، التايم لاين مليان منها، ليتها واحدة باليوم، المشكلة كل نصف ساعة تقريبا تغريدة. وتؤيد منال: وألغينا التغريد الآلي، فعلا الدعاء يحتاج أن يكون من القلب أولا. ويقترح أحمد المحيميد مغردا: ليس إيقاف وإنما تقليله وتنظيمه، هنالك حسابات تحتاجه. يعني كل شيء له إيجابياته وسلبياته. هذه الفقرة أو هذا الجزء اللي حتكلم فيه الآن عن يوتيوب غير مخصص للأطفال أو الأشخاص اللي قلبهم ما يتحمل المناظر القوية أو اللي فيها عنف. نتمنى أنه ما يحضروا هذا المقطع تحديداً ويرجعوا لنا بعد 5 دقائق نكون خلصنا من هذه الفقرة. لقيت فتاة يابانية حتفها أثناء تعرضها لمقلب خطر في برنامج الكاميرا الخفية. حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، البرنامج اللي كان من المفترض أنه يكون كوميديا ابتكر مقلب خطر بيوضع الناس على حافة هاوية. لكن هذه الفتاة اللي كانت في هذا المقطع ما قدرت تتوازن وسقطت على الفور من هذه الهاوية. خلينا نتابع الفقرة ثم نعود. يعني قد إيه في استهتار بأرواح البشر، حتى لو كان برنامج مسابقات كاميرا خفية أيا كان، يعني ما يكون في مجازفة بحياة البشر لهذه الدرجة أو بهذه الطريقة. أتذكر واحد من البرامج اللي كان معروض في إحدى السنوات في رمضان لرامز جلال الممثل المصري، يعني كان في مقالب ومواقف مزعجة جدا. لما كنت أتفرج على البرنامج كنت أشعر بالانزعاج الشديد، يعني ما بالكم الشخص اللي موجود في هذا البرنامج. فالكاميرا الخفية لها حدود، الكاميرا الخفية تدخل السعادة والضحك على الناس، يعني مو بهذه الطريقة يكون في عنف وفي تشجيع على العنف وعلى الرعب. لا، هذه تأثيرات كثير سلبية. عفوا، لذلك أنا معي الآن عبر الهاتف، اسمحوا لي أرحب معي بالدكتور محمد حسن عاشور، مستشار تربوي وأسري، حتى يشرح لنا تأثيراتها السلبية النفسية. يسعد مساك دكتور. الله يمسيك بالخير أستاذة هبة، ومساء الخير لكل المتابعين والمتابعات. شكرا لك، يسعد مساك. دكتور، ياريت تكلمنا عن أي مدى ممكن يسيء هذا النوع من التعرض لهذه المقالب على شخصية الفرد، حالته الصحية على المدى البعيد كمان. تخيلي طفلة عمرها 4 سنوات، هذه قصة مباشرة يعني سمعناها من صاحب القصة، 4 سنوات تحت المقلب، أخوها يرمي عليها قطة صغيرة، فالقطة تتخرمش أو تمسك في ملابس هذه السيدة. طبعا السيدة الآن هي كانت طفلة آنذاك، فخوف شديد، صارت تصرخ هستيريا في الصراخ، خلصوا القطة منها، أصيبت بفوبيا القطط. ما انتهى الموضوع هنا، الآن هذه السيدة بتقول لقد نقلت فوبيا القطط لكل أطفالي في البيت، عندها 4 أو 5 أطفال، كل أطفالي عندهم فوبيا القطط بسببي أنا. فالمقالب السخيفة في الحياة أثرها ممتد، قد يمتد لأجيال وأجيال، ليست للقطة واحدة فقط جدا. طبعا هي لها أذى جسدي، لها أذى اجتماعي ممتد، موروثات تتناقل مع الأجيال، لها أذى نفسي كذلك حاضر في نفس الإنسان، من فوبيا، من ضعف الشخصية، نوع من الاكتئاب، وجدنا أحيانا شيء من القلق، شيء من الفزع الليلي أثناء النوم،
ممكن يتأثر بعض أو كوابيس الناس. أو كوابيس بالضبط، بالتالي تعمل قلق أثناء النوم أو فزع أو هذا الإنسان المستهتر اللي بيعمل هذا المقلب بدون ما يحسب حسابات عميقة، كأنه الإنسان دمية أو لعبة في يده بيلعب فيها حتى يبسط الناس، وأحيانا حتى يعني يعرضهم لأنه يكونوا مثار للسخرية. نعم. هذه دكتور محمد يعني منتشرة بشكل كبير بالفترة الأخيرة، للأسف صارت الناس يعني المزح أحيانا صار تقيل وإشارة منهم لأنه حاولين يعني بحاولوا يبعدوا عن الملل أو الروتين، فبيتسلوا على الآخرين وبيؤذوا يعني بيؤذوهم سواء حياتهم أو صحتهم أو نفسيتهم. السؤال المهم، الشخصيات اللي بتتعرض لهذا النوع من المواقف كيف ممكن أنها تتخلص من التأثيرات السلبية على المستوى البعيد؟ يعني خلينا نقول حتى يتخلصوا، باختصار احنا بنعمل بننصح الناس في هذا الباب، بنعمل زي عملية زيارة للمتحف في اللاشعور، او اذا جاز التعبير للهارد ديسك في اللاشعور، او سميه ما شئتي. فبنروح الى الحدث نفسه اللي صار سبكونشس، قصدك اللاوعي دكتور؟ اللاوعي تماما. نعم، يعني مثلا حالة القطة هذه اللي أصيبت السيدة بالفزع منها استمرت لأكثر من 20 سنة وهي بهذه الحالة، فإحنا بنروح إلى اللقطة تماما وبنبدأ هنا نعمل عملية استبصار ومسح. أنت شوفي كيف لما يكون عندك قلم الرصاص تمسكي ورقة بيضة وتكتبي كلمة مثلا وما عجبتك تروح تمسحيها مرة ثانية. بالنسبة للإنسان من أقوى أنواع المساحات في حياته في اللاشعور وفي اللاوعي عنده اللي هو الاستبصار. إحنا بنعمل نوع من الوعي ونوع من الإدراك بيخليه هو يستنبط بعض المعاني من هذا الموقف، بنخليه يعمل عملية خلينا نقول أحيانا نوع من الحرق، نوع من التقطيع. نعم. نوع من حتى نعيد مرة ثانية الثقة في الموضوع اللي صار فيه زعزعة على الثقة بسبب صحيح. هذا المقلب سواء قطة أو غير قطة، طبعا المواقف حسب الموقف طبعا أي بالضبط ليست بسيطة. يمكن في حديثك تكلمتي عن الكاميرا الخفية، ليش بعض برامج الكاميرا الخفية العالمية تخلينا نضحك وتخلينا ننبسط وما فيها أدى نفسي عالي للإنسان؟ صحيح بشكل خفيف ولطيف، يعني تكون خفيفة. الشيء المهم جدا أنه أساليب الاستمتاع في حياتنا وأساليب الترفيه في حياتنا أكاد يعني أجزو منها بالآلاف. صحيح. لماذا يعني تركنا الآلاف من المتاح والمباح مما يدخل الفرح والسرور على نفوسنا كلنا ورحنا إلى أسلوب المبالغة سيء بيعمل أذى وضرر للإنسان؟ أكيد دكتور، حوله إلى إنسان ضعيف الشخصية، إلى نوع من بالذات في سن الطفولة صراحة. أكيد يعني لأنها بتترك يعني تأثيرات على المدى البعيد. دكتور محمد أنا أعتذر لضيق الوقت، بس إن شاء الله يكون لك مداخلة معنا في هذا الموضوع لأنه موضوع يستحق وقت أطول حتى نتحدث فيه. يعني مشاهدينا دائما الشخص لما يمارس أي سلوك أو يقرأ عن أي موضوع أو يحاول يعمل أي شيء هو يقرأ ويتثقف في هذا الموضوع، ما يمارسه بطريقة عفوية أو بالأصح عفوا للكلمة همجية أنه نعمل كاميرا خفية نروح نأذي الناس. يعني ممكن الواحد يدرس الفكرة اللي حابب يعملها قبل لا يطبقها، ما تطبق بهذه الطريقة اللي ما فيها أي تفكير في التأثيرات اللي ممكن تصير على الآخرين وبالذات في المزح بيننا، يعني صاير بشكل كبير وبطريقة خاطئة. سيدتي مستمر لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، انتشار عبارات الشعوذة والسحر على الملابس في أسواق السعودية.